أصدقائي من جميع المناطق والدول، سنقرأ لمولود برج الحوت لشهر 2 إشباط 2023. قبل أن نبدأ يا أصدقائي، أتمنى الاشتراك في القناة وهم حاجة تفعيل زر الجرس عشان نكون على المباشر مع بعض بإذن الله تعالى. بتمنى لك بداية شهر تكون ممتازة جدا، مليئة بالأمور الإيجابية اللي بتصب بصالحك على جميع الأصعدة، وإن شاء الله بالفترات القادمة ستحقق كل الأمور التي تسبو إليها من طموحات أو أحلام. ودائما يا صديقي يا برج الحوت، لكل مجتهد نصيب، وأنت من الأشخاص المجتهدين على نفسهم ودائما بتطور من مواهبك وقدراتك، وإن شاء الله سيكون النجاح حليفك. طبعا يا أصدقائي، أنا بعمل 30 قراءة خاصة ومجانية، بتم اختيارهم بطريقة عشوائية من التعليقات اللي تحت أسفل الفيديو. أنا باخذ أكثر من 30 قراءة، بس قد ما أخذ ما راح أقدر أرضي الجميع. والأشخاص اللي بتربح معي قراءات خاصة، القراءة كشف كامل روحاني عاطفيا ومهنيا، والتوقعات القادمة بإذن الله تعالى. وإذا في موضوع معين بحاجة لنقاش بشكل مباشر سنتناقش فيه، وإن شاء الله إذا كانت مشكلة أو أي حاجة كانت، وإن شاء الله بنلاقي له حل. ما بدنا نطول عليكم في المقدمة، لنرى أيضا شو مخبالكم بداية شهر 2 بإذن الله تعالى. ستكون نشيط جدا اجتماعيا، ستتلقى الكثير من الدعوات إلى مناسبات سعيدة، من أهمها كعزومات غداء أو حفلات زفاف. ستكون بهذه المناسبات رائع جدا، متكلم من الدرجة الأولى، وتلاحظ أن الأشخاص ينظروا إليك نظرات الإعجاب اللي بتزيدك إصرارا على تحقيق الأهداف الذي تسبو إليها. ستزداد ثقتك بنفسك وتشعر بقوة الحظ اللي تدعمك، وخصوصا في الأمور المالية هناك مال ستحصل عليه على طريقة الحظ ورزق من رب العالمين، الله يرزقك كمان وكمان. ومن ناحية أخرى ستستعيد مال يعود لك من أعمال قديمة كتعويض، أو إذا كنت مدين شخص كمان مال سيعود لك. دائما يا أصدقائي، ما بموت حق وراء مطالب، طول ما أنت بتطالب بحقك بإذن الله تعالى ستحصل عليه. هذا المال سيرفع من الطاقة الإيجابية عندك، وخصوصا إنك ما بتحب حدا يأخذ منك إشي كزي إحراج أو أنت مش موافق عليه. هذا المال كنت انت بحاجة له أكثر من القيمة المادية علشان ترضي نفسك وما تضلك بالطاقة السلبية وبتفكر انه هذا الشخص زي انه نصب عليك أو ضحك عليك أو أشياء من هذا القبيل. فعشان هيك بزداد عندك الطاقة الإيجابية. هناك خلاف بينك وبين أفراد العائلة، هذا الخلاف يعود على عمل مشترك بينك وبينه. هذا الشخص من طرفه اتدخل شخص وحاول تشويه صورتك أمامه وتكلم عنك بطريقة غير لائقة، وأيضا زرع الفتنة أنك أنت حاكي عنه لهذا الشخص من أفراد العائلة كلام يقلل من قيمته. حاول كون هادئ الأعصاب واستخدم قدرتك الرائعة جدا في تحليل الأشخاص اللي من حولك، وقد ما تقدر كن هادئ الأعصاب وثق تماما ستقود الأمور بنجاح بإذن الله تعالى. أما القائمون على عملهم، ستكون قريب جدا من رؤسائك في العمل، ستتلقى الكثير من الكلمات الرائعة جدا من رؤسائك في العمل، وأنت بحاجة إلها لكي تكمل مهامك بامتياز ونجاح. بس من ناحية أخرى هناك بعض التراكمات المهنية، حاول قدر المستطاع أنك تنهي هذه الأمور عشان ما تقع
بفخ التكسير أو تنزل قيمتك أمام رؤسائك في العمل، وخصوصا إن الفرصة متاحة للأشخاص اللي عندهم ترقيات، وإذا كان في عندك مطلب مثل مبلغ مادي أو إجازة بإذن الله تعالى سيتم الموافقة عليها. لنكمل يا أصدقائي، أما الأشخاص المش قائمون على عملهم وينتظروا فرصة عمل جديدة، هناك بعض الفرص اللي لا بأس بها لمكاسب مالية من أعمال مشتركة بينك وبين الأشخاص الآخرين. لا تتردد تحكي الأفكار والمشاريع الذي تدور في رأسك للأشخاص اللي من حولك، وثق تماما أنه سينعجبوا بهذه الأفكار بإذن الله تعالى، وستعود إليك بالنفع وبالدخل المادي الجيد، لأنهم رح يكونوا معك شراكات، ورح تكون نظام الشراكة شريك مضارب. كيف يعني شريك مضارب يا أصدقائي؟ يعني بكون في شخص منعجب هذه المشاريع والأفكار اللي عندك، ورح يتكفل بالموضوع ماليا، وانت رح تكون منك القوة المهنية وأيضا الإدارة الداخلية، وانت شخص يعني رائع جدا وأيضا قيادي من الدرجة الأولى، وقادر انك تشيل أصعب المهام أو المسؤوليات. لنكمل يا أصدقائي، تزداد رغبتك في السفر، وخصوصا انك تشعر انك يعني ما بتقدر تحقق الأهداف والطموحات التي تسبو إليها. هذا الموضوع بخليك إصرارا أنك تلاقي فرصة سفر إلى دولة أخرى، ستتاح لك فرصة مميزة جدا على طريق أفراد العائلة أو الأصدقاء المقربين. حاول قدر المستطاع أنك لا تتردد في القرار، لأنه يا أصدقائي الفرصة هي عبارة عن وقت قصير، يا بتلحقها يا إما راحت عليك، فبدها قرار سريع بدون أي تردد. بس ومع ذلك لا تقع بفخ التسرع، يعني فكر فيه جيدا بعدين خذ القرار المناسب، وإذا كان بصب بصالحك لا تتردد بالموافقة بشكل سريع جدا. لنكمل يا أصدقائي، نرى شو مخبالكو أيضا ببداية شهر 2 2023، سيقترح عليك أحد الأصدقاء الذهاب إلى رحلة ترفيهية، وأنت بحاجة ماسة لهذه الرحلة الترفيهية، وخصوصا أنك كنت بالفترات الماضية بعيدا عن الأمور الترفيهية، كانت مليئة في المشاغل وأيضا الأعمال الإضافية، فهذه الرحلة الترفيهية ستصب بصالحك، وخصوصا أنها راح تكون بالمناظر الطبيعية، وراح يجيك بعض الإلهامات اللي راح تقدر من خلالها حل كل المشاكل اللي بتواجهك في الحياة. وإذا كان في موضوع معلق عند بعض الأشخاص مش عارف يأخذ فيه قرار بين يوافق أو ما يوافقش، ما يتردد إنه يحكي الأشخاص اللي حوله شو النصيحة المناسبة. استكثر من الأعمال الخيرية ويزداد عطاءك للأشخاص الآخرين، وخصوصا المقربين منك وأفراد العائلة. استلقى الكثير من الاتصالات الرائعة جدا والحماسية، والأشخاص اللي عندهم أمور دراسية مثل المطالعة أو الامتحانات الداخلية أو الخارجية، هناك تراجع في الأمور الدراسية، وخصوصا أنه في شخص من زملائك يحاول تضييع وقتك الثمين لكي ما تحافظ على تقدمك وتفوقك عليه. حاول أنك تستدرك هذا الموضوع، مثل أنك تحدد وقت معين لمجال الدراسة، وهذا الوقت لا تدع أي شخص أنه يتدخل فيه أو أنه يضيع وقتك الثمين. لنكمل يا أصدقائي، الأشخاص اللي عندهم شريك حياة مستقبلي، كيف يعني شريك حياة مستقبلي يا أصدقائي؟ يعني شخص بكون متفق أنت وياه على الزواج بإذن الله تعالى في القريب العاجل وليس
الآجل. الفرصة متاحة أمامك لإتمام زواج ناجح، وخصوصا أن الموعد اقترب بينك وبين الحبيب. هناك لقاء سيكون بينك وبين الحبيب، اللقاء هذا ستكثر بالكلام بالأمور المستقبلية، أنكم تكونوا مستعدين إلها مثل موعد الزواج، وستتحدثوا عن أول مولود حابين تسموه، وأشياء عديدة حابين تعملوها في المستقبل. الله يهنيكم دائما، وألف ألف مبروك للي بحالفهم الحظ من مواليد برج الحوت بإذن الله تعالى. أما العازبون أو المنفصلون، ينتابك شعور في اليأس من الحياة أحيانا، وأيضا فقدت الثقة في الآخرين بسبب خيبة الآمال اللي تعرضت لها من أشخاص كانوا عزيزين جدا على قلبك. استبدأ بالأسبوع الثاني بانطلاقة سريعة جدا، راح تقدر من خلالها إنك تعمل أمر ما كإنجاز تلفت الانتباه إليك وتزداد ثقتك بنفسك، وستكون نشيط جدا على مواقع التواصل مثل الفيسبوك والواتس أب وأشياء من هذا القبيل. ستتلقى منشوراتك العديد من الإعجابات الرائعة جدا. هناك شخص كان يراقبك عن كثف في الفترات الماضية وانعجب فيك صديقي يا برج الحوت. هذا الشخص سيفتح معك موضوع عاطفي انه حاب انه يتقرب منك، بس حاول يا صديقي يا برج الحوت انك قبل ما تاخذ اي قرار بشكل سريع انك تتأنى قليلا وتفكر مليا، وبعدين تاخذ القرار اللي بدفع بمصالحك الى الامام. لانه يا اصدقائي لما تكون انت بعلاقة فيها خيبة امال او العلاقة انها تفشل، اثق تماما انه بيضيع عليك اجمل فترات حياتك من ناحية، ومن ناحية اخرى بضيع عليك فرص عاطفية ايضا كنت ستحصل عليها. لنكمل يا اصدقائي ونرى شو مخبالكو بداية شهر 2023. اما في الامور الصحية، هناك تراجع واضح وتشعر في الآلام، هذا بسبب تحركاتك الأخيرة بالفترة الماضية من ناحية، ومن ناحية أخرى أنت مخلي أمورك الصحية آخر أولوياتك. يعني إذا صابك وجع راس بتحكي هسه شوي بروح، ما بتروح على الطبيب تطمن على نفسك. هذا الموضوع سبب لك تراجع صحي واضح. حاول أنك تخلي أمورك الصحية من أهم أولوياتك. أما بشكل عام هناك آلام بالرأس مثل الشقيقة، وأيضا في الظهر وأسفل الأقدام، والبلاحظ على حاله يا أصدقائي أعراض غير اعتيادية، ما يتردد في الذهاب إلى الطبيب ويعمل فحوصات اللازمة عشان يطمن على نفسه، وإن شاء الله ما بكون عندك غير كل شيء خير وألف حمد لله على السلامة. إذا أي شخص تعرض لأمور صحية، أنا أصدقائي ما بحب الحلقة تطول أكثر من هيك عشان ما تشعروا في الملل، اثق تماما ما رح أبخل عليك بأي موضوع إن كان يدفع بمصلحتك إلى الأمام، وإن شاء الله القادم سيكون أفضل وأفضل. كل الحب والتقدير لكم من كل قلبي يا أصدقائي.